خوتي وخواتاتي العزاز، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير ويرزقكم ربي الفضل والتيسير والرزق الكثير. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. لا نطول عليكم، ندخل مباشرة بسرد تفاصيل جريمات اليوم. القضية ديال اليوم غادي يدينا لعند واحد الأسرة سورية، أسرة اللي كتكون من الأب والأم والثلاثة الوليدات. الأب كان الاسم دياله محمد، في العمر ديالو 60 سنة. الأم كان الاسم ديالها السعدية، وفي العمر ديالها 41 سنة. البنت الكبيرة ديالهم كان سميتها أسماء، فعمرها 20 عام، وعندها جوج ديال خوتها ولاد صغر منها. الأب اللي هو محمد كان واحد الشخص ما مزيانش، قبيح، يعني هاد الشخص اللي خارج رجليه الشواري، خارج الطريق. وهذا الشيء هذا كان فيه من صغره، قبل حتى ما يتزوج بالسعدية. المهم السيد كان كيدير جميع الانواع ديال المخدرات، كاع البليات جمعهم في راسه. اي حاجه اللي كتلف الدماغ كتبوخو، اي حاجه كتخلي الانسان ماشي في الوعي ديالو كان هو كيديرها. الليل كان كيدوزو دالع دايع من قرط الخط، وفي النهار كيدوزو ناس. واش كان كيدير محمد؟ بطبيعه الحال خاصو الفلوس، خاصو المصروف. اذا من عجب السيد هاد الفلوس هادي، السيد كيضل النهار كامل ناعس، الليل خاصو يصرف على الكانه ديالو وبليتو. اذا من عجب الفلوس، منين غادي يجيب باش يصرف على الهبال ديالو مادام ما عندوش الوقت ديال الخدمه النهار كامل ناعس؟ فهاد الحاله هادي الزوجه السعديه هي اللي كانت خدامه، وهي اللي كتجيب المصروف، سواء ديال الدراري سواء ديال الدار، وحتى المصروف ديال الكانة ديال الرجلة. الخدمة ديال السعدية شنا هي؟ كانت بائعة هوا، يعني السيدة ملي قهرها الزمان خرجت للطريق العوجة. وهاد المهنة هادي شدتها مدة طويلة، وأول ما تزوجت بالزوج ديالها محمد ملي ما كيصرف ما والو، هي شدتها الطريق هادي باش تجيب منها باش ياكلو الدراري، وخدمت فيها مدة. المهم بما أنها شادة مدة طويلة، السيدة ولات محترفة، عارفة ملي كتدخل، عارفة ملي كتخرج، عارفة شنو خاصها دير. ولاو عندها بزاف الكليان، ولاو عندها بزاف ديال الملفات، كاين شي شكايات اللي داروا عليها اللي قدروا يوصلوها حتى للمحكمة، شي حوايج اللي دخلوها في سين وجيم وطلع واجي وسير لهنا وسير لهيه، ولكن قدرت بالطريقة ديالها على أنها تسلت منهم وتخرج بسلام. يعني ركز لكم على هذه المعلومة هذه، لأنها مفيدة في الامور اللي غتجي من بعد في القضيه، يعني حتى هاد المعلومه غادي يكون عندها دور في القضيه ديالنا دابا. المهم معادين العائله كانوا عايشين حياتهم بشكل عادي، كل شيء كان كيشوف الام شنو كدير، وكل شيء داير عين ميكا ومغمض عينيه، خدم ديك القضيه ديال شوف وسكت، حيت السيده هي اللي كتصرف، هي اللي مكلفه بكل شيء، ضربهم كرشها سد لهم فمهم. هما كيقولوا بان ما حس بينا حد، ما عرفنا حد، حتى شي واحد ما عارف بالمنكر اللي عايشه في هاد العائله. ومشات ليام وجات ليام، وغادي يجي واحد الشخص اللي غادي يتقدم باش يخطب البنت ديال السعديه الكبيره، البنت اللي كنا سميتها اسماء. هاد السيد هذا اللي جاي يخطب كان سميتو محمود، خدمته بوليسي شرطي. محمود ملي شاف اسماء عجبته بزاف، من بعد مده وهو مراقبها في الاخر قرر انه يتقدم ليها ويطلب يديها من والديها. أسمع أول ما غادي يجي محمود وغادي يتقدم ليها الزواج، قررت أنها تعاود له كل شيء، صرحته بكاع داكشي اللي عندها، عاودت له داكشي كامل ديال عائلتها، وعاودت له على العيشة اللي عايشاها والطريقة ديالها، يعني من البلية ديال الأب، من المهنة ديال الأم، يعني بديك الطريقة باش كتسدد المصاريف ديالها، يعني عطاته التفاصيل كاملة ديال عائلتها. هادشي اللي عاودت له أسماء، والطريقه باش كانت معاه صريحه خلاها تكبر في عينيه بزاف. والسيد عاد زاد لصق في العوض ما يهرب، زاد شبت بها وزاد شبت بالقرار ديال الزواج ديالو منها. فعلا اسماء ومحمود غادي يتزوجوا، والامور ديالهم كلها غادي تكون مزيان بخير وعلى خير. من بعد واحد المده انتقلت اسماء تعيش في الدار ديال راجلها. الدار ديالهم ما كانش بعيده بزاف على الدار ديال والديها، يعني كامل بهم كانوا في نفس المنطقة. المهم ما علينا، بقى الحال كما هو.
اسماء كيما قلنا انتقلت راحت للدرجه ملي تزوجوا مشات عند الدرجه. العائله ديالها بقاو مكملين في المسيره ديالها، بقات حياتهم كما هي. يعني ماشي راه عاول ان البنت تزوجت خصهم ينقصوا شويه، لا بقاو غادين عادي. ودازت الايام حتى لواحد النهار فاش غادي يوصل واحد البلاغ للمركز ديال الشرطه، يعني الشرطه اللي تابعه لها ديك المنطقه. هذا البلاغ هذا كيقول لها انه في واحد منطقه خاويه شويه مخلويه، في منطقه زراعيه، تلقات واحد الجثه ديال واحد السيده. هاد السيده هادي كانت مكرفصه ديال بصح، السيده كلها دمايات، الجسد ديالها ما بقاش فيه شي بلاصه صحيحه، مآديه مزيان من كل بلاصه. المهم رجال الامن انتقلوا لهذا العنوان هذا. اول ما غادي يوصلوا غادي يتفاجئوا بداك الشيء اللي عايشوا فوق قدامهم. الجثه ديال هاد السيده كانت مقطعه، او بمعنى اصح مسلوخ، مسلوخ الجلد على اللحم، بحال مفروسه، بحال ان اداها شي دب ولا شي، يعني شي حاجه مفترسه اللي شدتها في الغابه وكلاتها. المحققين في الاول داكشي اللي سحب لهم كانوا كيظنوا على انها حادثه، ماشي بفعل فاعل، يعني ماشي بشر، ماشي انس، انما حيوان بري هو اللي فرس هاد السيده هادي وكرفسها هكا. واحد المحقق كان معروف بالذكاء ديالو والحسن الحظ انه هو اللي كان شاد هاد القضيه هادي. يعني من بعد ما داز الاجراءات الاوليه وداز كما قلنا وكما الشرطه كانت موالفه دير خدمتها، يعني من بعد البحث والمعاينه ترفعت الجثه للمشرحه، وتما غادي يكتشفوا معلومات مهمه ومعلومات صادمه بالفضل دقه الملاحظه ديال داك المحقق اللي هضرنا عليه اللي كيتميز بالحدس البوليسي والذكاء. اول حاجه غادي يدير هذا المحقق هذا هو انه غادي يحضر في التشريح اللي داروا الطبيب الشرعي، حضر معاه باش يسمع في كل لقطه يقول له هذه علاش وهذه كيفاش وهذه علاش، وتما غادي يكتشف شي حوايج جداد وتاكد النظريه ديالو، النظريه ديال ان ماشي حيوان مفترس اللي دار لهاد السيده هادشي، وانما القضيه فيها جريمه قتل. كيف ما قلت لكم في الاول هما كانوا كيظنوا بان شي حيوان مفترس في الخلا هو اللي هاجمها، شي كلب شي ديب شي دب شي حاجه بحال هكا، ان حتى المعالم ديال السيده هتشوه بواحد الطريقه بحال شي واحد عنده النياب وكينهش فيها، وهذا الشيء هذا غادي يزيد يصعب الماموريه ديالها. كي غيديرو يكشفوا الهويه ديال السيده وهي الملامح ديالها من حيين ما باينينش. في الاخير تقرير الطبيب الشرعي هو اللي غادي يحسم لنا في هاد النظريات هادو كاملين. التقرير كيقول لان السبب في الوفاه ديال هاد السيده هادي كان هو الذبح، الذبح في العنق، هما اللي اكتشفوها درجات مور الذبح. السيده تشوهت بواحد الطريقه عشوائيه، يعني الشخص اللي دار فيها هاد الحاله هادي كان كيضربها بواحد الطريقه هستيريه، وتعمد انها تشوه بداك الشكل هذا باش ما تعرفش، سيتسلخ ليها الجلد على اللحم. الوجه ديالها ما كانش باين، البصمات ديالها ما باينش، وهذا الشيء دار كاين صور كيوثقوها، ما بغيناش نديروها باش ما يتحيدش الفيديو. المهم المحقق من بعد ما غادي يسمع هذا الشيء هذا كامل، من بعد ما يعرف التفاصيل الدقيقه، غادي يقرر انه يرجع لمسرح الجريمه، يعني يرجع للبلاصه اللي تلقات فيها الجثه. ما عرفناش واش هو مسرح الجريمه ولا لا، ولكن رجعوا دابا للبلاصه فين تلقات الجثه، وغالبا ماشي تما فين تقتلات. وبحكم انهم لقاو الجثه بوحديتها، يعني ما كاين لا دم لا والو، فهذا الشيء كيزيد ياكد ان ديك البلاصه ماشي هي مسرح الجريمه، لانك يعني كان تقتلات تما كان الدم غيكون مزلع تما. من بعد ما مشى المحقق لتما زاد تعمق في البحث ديالو ودار واحد التنشيط دقيق في ديك البلاصه، وقدر على انه يلقى اداه الجريمه. اداه الجريمه كانت عباره على واحد الموس صغير، واحد الجنوي اللي كان مازال فيه الاثار ديال الدم، تما عرف بان هذه هي اداه الجريمه 100%، وغالبا غتكون طاحت المجرم عن غير قصد. يعني الشخص او الاشخاص اللي داروا في هذه السيده هذه الحاله راه ماشي جاوا تعمدوا يحطوا ديك الاداه الجريمه، غالبا سلتت لهم بلا ما يعيقوا. وحتى المحقق راه ما لقاهاش تما، لقاها بعيده شويه على البلاصه اللي تلقات فيها الجثه. وعزيز من فوق هذا الشيء هذا كامل ما كانوا عليها لا بصمات لا والو، يعني هاد الناس هادو كانوا عارف راسهم شنو كيديروا مزيان، يعني غالبا كانوا يخدموا بالليكات، ما مخليين موراهم حتى شي دليل اللي يقدر يدينهم. غادي يكونوا دابا سالينا من المرحله ديال الفحص والبحث في اسباب الوفاه. لا
دابا غادي ندوزو للكشف على هويه الضحيه. كيفاش غادي يقدروا المحققين انهم يعرفوا هاد السيده هادي شكون؟ بصمات ما كاينش، ملامح الوجه ما واضحينش، اذا كيف غادي يعرفوها؟ الطريقه الصراحه غادي تكون غريبه شويه وغادي تكون غير بالصدفه. من بين الاغراض اللي غادي يلقاو مع الضحيه، يعني في النهار اللي اكتشفوا فيه الجثه ديالها، شنو غيلقاو عندها؟ غيكون في الحوايج اللي كانت لابسه هاد السيده، ما عندها لا اوراق ديال اللي كتثبت الهويه، لا ساك، لا حتى شي حاجه، لا تليفون لا والو. المحققين هنا يلقاو واحد الورقه، يعني فاش مشاو يقلبوا الحوايج ديالها بداو كيفتشوا الحوايج اللي كانت لابسه، غيلقاو وسطهم واحد الوريقه. ديال اش هاد الوريقه؟ هاد الوريقه كانت عباره على استدعاء، استدعاء من المحكمه، يعني هاد السيده معيطة لها المحكمه، يعني غالبا بسبب شي شكايه اللي دارت ضدها. شكون اللي مستدعي في هاد الشكايه؟ شكون اللي كاينه سميتو على ديك الورقه ديال الاستدعاء؟ هي هاد السيده هادي. الضابط هنا ولا متفائل، ولا عنده امل على ان الاسم اللي كاين في الورقه هو النيت ديال الضحيه. احتمال ضعيف يكون ديال شي حد اخر دايرها هي في جيبها، يعني نسبه ديال 80% حتى 90% الاسم اللي غادي يكون في هذه الورقه اللي مستدعيها المحكمه غادي يكون هو السميه ديال الضحيه. وفعلا شكون الضحيه؟ هي السعديه بائعه الهوى. الضابط هنا مباشره غادي يمشي ويدير واحد البحث اجتماعي على هذه السيده هذه، وانطلاقا من الشكايات والملفات ديالها، هذه السيده كانوا عندها بزاف ديال لي بلانت، بزاف ديال الشكايات حول موضوع الفساد. بدات قدام هاد الضابط كتوضح الامور واحد شويه، غادي يبدا يربط الامور ويحلل، غادي يبدا يقول مع راسو الا كانت فعلا الضحيه هي مولات هاد الاستدعاء هذا، فاكيد هاد الشيء اللي وقع راه وقع عليها بسبب شي حاجه كبيره وكبيره بزاف. المهم من بعد ما غادي يجمع المعلومات كامله على هاد السيده، هنا مباشره مش انتقل للعنوان ديالها. المحقق اول ما مشى تما ومشى بشكل فردي، ماشي دا مع استافيت البوليس ولا لا، يعني مشى بوحديته ما دا مع حتى شي واحد، مشى لذاك العنوان اللي كتسكن فيه السعديه وبدا كيدق في الباب. انا شكون غيخرج له؟ خرج الزوج ديالها راجلها السبع. اول سؤال غادي يسولو هاد الضابط هذا، يعني هاد المحقق، شنو سولو؟ فين الزوجه ديالك اشريف؟ فين هي مراتك؟ هنا الزوج غيقول له، يقولوا ما نعرف. الضابط يقولوا كيفاش ما نعرف؟ مرتك على الدمه ديالك ما عارفاش في كاينه، ما عارفاش حتى في بيتها، ياك كنت كتعيشوا في نفس الدار؟ يقول له لا، حنا عايشين في نفس البلاصه ولكن السيده راها كتغيب فوق ما بغات، كتمشي فوق ما بغات وكتجي فوق ما بغات، وراها مده دابا باش ما رجعتش للدار، وداك الشيء علاش جاوبتك هاد الجواب هذا وقلت لك ما عرفتش. كترشق لها كتمشي، كترشق لها كتمشي. الضابط هنا غيقول له بما انك قلتي بلي الزوجه ديالك كتغيب على الدار، وضح لي شويه، برر لي السبب ديال الغياب ديالها، ما كتمشيش عند عائلتها عند والديها. الزوج غادي يقول له لان السعديه الزوجه ديالو كتخدم في الديور كدير الميناج، وهذا الشيء كيحتم عليها لانها تغيب المده ديال النهار يومين بعد مره حتى سيمانه، الوقت اللي كتسالي الخدمه ديالها راه كترجع لدارها عادي، وانا اصلا ما كنسولش فيها، يعني عندي ولادي اللي كيقضيو لي الغرض. السيد هنا قال داكشي صحيح ولكن كذب في المهنه السعديه. الاجوبه ديالو هي منطقيه ولكن ما بغاش يقول على انها كتخدم في الدعاره. ولكن الضابط لاحظ ان الزوج شويه متوتر، وماشي غير شويه، متوتر بزاف. السيد كله عرقان وكيدخل ويخرج في الهضره. الضابط هنا فهم على انه مرهد السيد هذا عنده شي سر خطير اللي مخبيه، ولكن هنا ما قالوا حتى شي حاجه، فقط علموا بالوفاة ديال الزوجه ديالو، خاصو يعلموا باش يتاكد من ردود الفعل ديالو، يعني واش يقدر يكون هو اللي قتلها ولا لا. وبدا يحكي له حتى على التفاصيل ديال الجثه ديالها كيفاش كانت، شنو مشوها كذا، كان كيشوف ردود الفعل ديالو. الضابط هنا من بعد ما غادي يعلم الزوج مشى بحالته، يعني ما بغى يبين له حتى شي حاجه، ما بغاش يبين له اصلا انه شك فيه هو، ما بغاش يحسو كاع راه كيستجوبو. مشى الضابط بحالو هذاك النهار، الغد ليه غادي يرجع، اجا عند هاد محمد وغادي يبدا يهضر معاه على اساس انه كيدير خدمته عادي وكيدير بحث ف
في القضية ديال المقتل ديال مراته، حسوا بأنه باغي يتعاون معهم باش يلقاو شكون مول الفعلة. الضابط في هذا الوقت كان مشى وضرب واحد الدويرة على محمد في ديك المنطقة، سول عليه مزيان، سول وطقس وعرف السيد هذا شنو كيسوى، عرفوا واش كيسوى مزيان، وهذا الشيء اللي يخليه يرجع عنده الغد ليه. كما قلت لكم هذا البحث او هذا التحقيق كان بطريقة غريبة، رجع عنده الغد ليه بما انه عرف السيد راه بلي راه ديما خابط ديما محشش، خرجوا معاه قال عنده معايا غادي نشربوا فابور نعطيه اي حاجة محتاجها وهو غادي يبدا يسرسر. محمد ملي بقى يشرب هاك بالك هاك بالك والحاجة الفابور راه كتخلي السيد ما بقاش في الوعي ديالو. انسان فاش ما كيكونش في الوعي ديالو يعني ملي كيكون سكران خابط بينا كيقول داكشي اللي كاين بالضبط كيعاود كلشي. محمد بدا يعاود وبدا يعاود شي تفاصيل اللي خطيره وخطيره بزاف، شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل. المحقق اول ما بدا كيسمع منه عينيه بداو كيبركو كيقول واش هاد السيد وهاد السيد يخرج منه هاد العجب هذا كامل. فعلا السيد بدا كيهضر بدا كيهضروا الشراب. المهم غادي نعاود لكم داكشي كامل اللي عاودو محمد اش قال، غادي نعاود لكم التفاصيل كامله. الضابط تأكد من هذا الشيء اللي قال له محمد يعني من الاعترافات ديالو، يعني محمد غير فقد الوعي ديالو بدا يقر وبدا يسرسر. وهذه العاده ديال المبليين خصوصا كتكون شي جلسه فابور السيد كيولي حنين كيبدا يقول كلشي. السيد يقول ان السعديه فعلا تقتلت، السعديه مراته وتقتلت في قلب دارها، واللي دار لها هذا الشيء هذا راهم ناس من العائله ديالها اقرب المقربين ليها، ولكن محمد راجلها ما عنده حتى يد في هذا الشيء هذا كامل. محمد غادي يعترف للمحقق باللي اللي دار في السعديه هذه الحاله هذه هو رجل بنتها، هو البوليسي هذا السيد اللي سميتو محمود، ومعه متعاون مع الاخ ديالها اللي سميتو اسماعيل. والسبب علاش داروا فيها هذا الشيء كيقول الله اعلم، هو ما عارفش. ان هذا الزوج هذا فاش جاو وداروا في مرته هذه الحاله هدوه له هو ولا ولاده باش انه يضربها بالسكته الا مشات تحل فمه وقال شي حاجه عايديروا له داكشي اللي داروا في مراته. هاد الزوجه اش كيقول؟ كيقول انه شاف الزوجه ديالو هي كتقتل قدام عينيه وبدم بارد، وتقتلت حتى قدام ولادو، الدم ديالها تصفى في داك المجرى ديال الماء داك القادوس اللي كاين وسط الدار. ولكن السبب علاش داروا فيها هادشي هذا كامل كيقول انا ما عارفوش، ما عنديش علم به بالمره. باش غادي يسولوا المحقق علاش ما جيتيش وبلغتي بهادشي هذا كامل، قال بانه خاف على راسه خاف على ولادو، وهذا الشيء هذا هو اللي خلاه يسكت لان شافهم كيفاش تعاملوا معها كيفاش ما رحموهاش. الضابط هنا اول ما غادي يسالي مع محمد خلاه معاه، يعني ما تلقوش يمشي بحالو للدار ديالو، خلاه تحت الحراسه النظريه حتى يكمل التحقيق في هذه القضيه هذه. مباشره مشاو عند ولادو، ولادو بجوج بيهم، وحتى هما يشهدوا بالنفس داكشي اللي قال الاب ديالهم. الولاد راهم كبار ماشي صغار، الصغير فيهم عنده 15 عام راهم رجال على راسهم، الولد اللي كبر منه عنده 18 عام، يعني بجوج بهم واعيين وعارفين وفاهمين وشافوا كاع داكشي اللي وقع للام ديالهم وما قدوش يدافعوا عليها ما قدوش يتدخلوا. الحاجه الثالثه اللي غادي تزيد تاكد الهضره ديال محمد هو داك الدم اللي عيلقاوه في داك القادوس، يعني من بعد ما داروا التحليل يعني هنا ما بقى لهم الا يمشيو يعتقلوا محمود البوليسي، يمشيو يعتقلوا حتى اسماعيل الاخ ديال السعديه الشريك ديالو. السؤال هنا علاش هاد الجوج هادو داروا في السعديه هاد الحاله، والسؤال اللي كبر منه هو كيفاش حتى تلاقاو مع بعضياتهم واتفقوا على هاد الجريمه البشعه، اتفقوا يديروا هاد الشيء هذا كامل. الاخ ديال السعديه اللي هو اسماعيل اول ما غادي يجيبوا الضابط اللي عنده وغادي يبدا يستجوب فيه بصراحه ما غاديش يعذبهم كاع، السيد في البلاصه بدا يعترف، والسيد غادي يقول انه ما نادمش على هادشي اللي دار، يعني السيد واخا قتل اختو ما متاثرش نهائيا. قال انه ديما كان كيظن بان اختو هاد الانسان اللي شريفه وعفيفه، كان ديما فاش كيجي لعندها وكيقول لها منين كيجيوك هاد الفلوس هادو وكيفاش كتقدري تصرفي على راسك
كتقول ليه باللي حقه شي محسنين هما اللي كانوا كيعاونوها. خوها هنا بدا كيلاحظ ان الفلوس كثيره على الاحسان، بزاف على الاحسان، بزاف على المحسن. كل نهار كانت كتبان عليها شي حاجه اللي غاليه، ولكن ما عمر طاح في باله ان اخته غادا في طريق الحرام، غادا في طريق العوجه. عمر تخيل ان اخته كدير الدار، قال لهم على انه ما كان عارف والو من هذا الشيء اللي كدير اخته، مع العلم انها كانت كتمارس هذا الشيء من مده طويله، ولكن كانت مطرقه وحافظه صوالحها. قال لهم على انه اكتشف هذا الشيء هذا عن طريق محمود، راجل بنت اخته اسماء، يعني اسماء بنت السعديه اللي تقتلت. قال لهم على انه في واحد النهار كانوا جالسين جوج بهم مع بعضياتهم، يعني في نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمه، كانوا جالسين مجمعين هو وراجل بنت الضحيه، يعني داك البوليسي، كانوا جالسين ناشطين كيشربوا، حاطين قدامهم قرايه ديال المحرمات، يعني بداو كيهضروا في هذا الموضوع هذا. قال لهم كنا جالسين كنشربوا مع بعضياتنا، محمد غادي ينطق وغادي يقول لي واحد كلمه. اش غايقول له؟ قال له انت واش عارف اختك السعديه في كاينه دابا في هذه اللحظه؟ قال له انا في عتكون، عتكون في دارها. قال له شوف راه كاينه في واحد البلاصه، في البلاصه الفلان الفلانيه، وهاد البلاصه هادي في الخلا والظلام، وكيكونوا فيها بائعات الهواء. هنا اسماعيل ناض مرضاش واش نقل محمود، كيقول ما عندكش الحق تهضر على اختي بهذه الطريقه وكذا وكذا وكذا. قال له لا كذبتيني، انا مشي نديك تشوف بعويناتك. فعلا محمود واسماعيل ركبوا في الطوموبيل ديال البوليسي محمود، وغادي يمشيو لتما، وفعلا غادي يشوف بعويناته، غادي يشوف السعديه اخته وهي واقفه وكتشير وكدير دوك الحركات باش تقدر انها تستقطب الكليان وتدبر على راسها. هنا اسماعيل ما غاديش يتصرط له هادشي نهائيا، ما رضاش، خصوصا نسيب واش كيقول له. هنا الدم بدا كيغلي فيه. محمود هنا غادي يقول له شوف، ياك شتي بعينك، ياك حسيتي بهادشي اللي كنعاني منه انا مده طويله، الناس كلاو لي وجهي، الناس ولاو كيشوفوا فيا واحد الشوفه ناقصه، كيشوفوا فيا باحتقار بالرغم من المنصب ديالي وكذا وكذا، الا ان الناس كلهم حقروني. كما قلت لكم محمود بوليسي، البوليس راه كنعرف القبيله كلها كتخاف منه. قال لهم واخا هكاك انا كنبغي اسماء وما بغيتش نفرط فيها، ما بغيتش نتخلى عليها، لانها من الاول جات صرحتني وعاودت لي كلشي. بقاو هاد الجوج كيهضروا مع بعضياتهم، هضره كتجبد هضره، هضره تجبد هضره، حتى يوصلوا في الاخير انهم يتفقوا على القرار اللي داروا. شنو هو القرار؟ هو انهم يصفيوها للسعديه، السعديه هي اللي دايره المشكل، خاصها تغبر من الدنيا، خاصهم يتهناو من مشاكلها في مره باش ما يعايرهم حتى حد بها، بحال يغسلوا العار ديالها. فعلا نزلوا الطوموبيل، اسماعيل دابا كيعاود لهم، قال لهم مشينا وبقينا مراقبينها مراقبينها حتى رجعت للدار ديالها. اول ما رجعت السيده نيشان دخلت الفراش ديالها، السيده جات كاو عيانه طاحت ناست. قال لهم بعد ما مشينا ودقينا في الباب ديال الدار شكون غيخرج؟ السبع. قال لهم مباشره خرج لينا الزوج ديالها اسماعيل، الزوج راجل اختو هذا، خرج محمد راجل السعديه. اول ما فتح لهم ذاك الباب ديال الدار شدوه، كل واحد شدهم من يد، دخلوه حطوه في واحد القط، قالوا شوف احسن ليك شوف واسكت، تمشي تهضر ولا تقول شي حاجه نصفيوها لك، حتى انت نديرو لك بحالها. اسماعيل كيقول انا مباشره محمود غادي يدخل للبيت ديال السعديه، وهو اللي غادي يخرجها ساد ليها فمها ويجيبها القلب ديال الدار، وتما في غادي يصفيها لها، تما في دار لهذاك الشيء كامل اللي دار، تكاها ذبحها وبدا كيصفي لها الدم ديالها. موراها زاف واحد ميكا كبيره، واحد كيس بلاستيكي، وداوها بالطوموبيل ورماوها في ديك البلاصه اللي تلقات فيها. قبل ما يرميها بقى كيشوهها، شد شي حديده وبدا كيخسر ليها في وجهها، يعني بحال راه السيده مفروسه. بجوج كانوا مخططين لهذ الجريمه وتجلسوا عليها مزيان. من بعد ما سالوا هذا الشيء هذا كامل، قال لهم بان اكتشفنا بان الوليدات بجوج بهم حتى هما شافوا
وشهدوا على هذه الجريمه كلها. هما في الاول كانوا كيسحب لهم بان الاولاد راهم ناعسين، ولاد كبار تكين ناعسين لما ساقوا الاخبار لتا شي حاجه. ولكن طبيعه الحال السيده ملي كانت كيدبحوها كان السيده غالبا كانت كتشخر كتغوت كهذا، في ديك اللحظه يكونوا فاقوا وليداتها وشافوا كل شيء وما حاولوش يدخلوا، لان بديك الصدمه وبديك عارف بان يقدروا يتبعوا امهم ما تدخلوش، عطاوهم تهديدات مباشره يقولوا ملي قلتوا شي حاجه يكون المصير ديالكم بحال المصير ديال السعديه امكم. وهذا الشيء اللي خلاهم يخافوا على راسهم. شوفوا القديم فيهاش اللعب، شافوا القضيه جديه، راه شافوا الام كتذبح بدون رحمه ولا شفقه. ضابط هنا. ومن بعد ما غادي يسالي مع اسماعيل الاخ ديال السعديه غادي يدوز على راجل بنتها محمود. محمود في طول هذه المده ديال التحقيق، يعني الوقت اللي كان كيحقق معاه الضابط هذا، بقى مستمر في الانكار ديالو، ما اعترف بحتى شي حاجه. السيد كان عارف راسو شنو كيقول، كيهضر معاه من هنا كيخرج له من لهي ود الحرفه بوليسي، يعني كعارف راسو لا اعترف مشى. هي وما يضغطوا عليه ما بغاش يعترف نهائيا، بقى ساكت. شدو تما بغاو يدخلوا الحراسه النظريه، ولكن بقى معاهم عارف واحد المكتب تما، وقرروا على ان واحد الفرقه تمشي تسول في البلاصه ديال الخدمه ديالو يشوفوا واش كان خدام الليله ديال وقوع الجريمه ولا لا. السيد غير سمعهم يمشيو يقلبوا في بلاصه خدمته، تضغط ارتابك جبد السلاح ديالو وضرب قرطاسه في راسه. يعني اول ما عرف بان البوليس غادي يمشيو يبحثوا عليه في البلاصه ديال الخدمه وشوها وصداعات، يعني كلشي عرف بهذا الشيء هذا، ارتابك ضاخ مباشره السلاح ديالو وضرب قرطاسه في راسه نيشان. هذه القرطاسه في ضربها ضربها في فمه، يعني ضربها في اللسان ديالو وخرجت من الجهه الاخرى. بالرغم من هذا الشيء هذا كامل محمود ما ماتش. سيد ما غاديش يتوفى، وعينقلو للسبيطار وتما دوز مده طويله، مده اللي دوزها معذب، اصعب ايام حياته اللي غادي يشوف فيها العذاب الاليم. سيد وخا المهدئات وخا هذيك ما كانش كينعس بالحريق. شوف العلاج دوزو مده طويله، السيد كان ناوي ينهي حياته غير باش ما يعترفش ما يقولش انا اللي درت. وبما ان السيد كان ناوي يقتل راسو فاكيد عنده يد فهادشي اللي وقع للسعدي، واخا ما قالهاش بفمه واخا ما اعترفش. الضابط من بعد ما حس بان محمود بدا كيتحسن، بدات الصحه ديالو كتحسن، مشى عنده عاود للسبيطار وكيحاول يستفسر منه، كيحاول ياخذ الاقوال ديالو وياكد واش عنده علاقه بالجريمه القتل ديال السعديه ولا لا. ولكن كيفاش ياخذ منه الاقوال ديالو السيد ما كيهضرش، السيد اللسان ديالو خرج منه قرطاس. شنو كيدير هذا الضابط؟ كيحاول يتواصل معاه غير بالاشاره غير بالحركات. كاين هكاك محمود بقى شاد في الانكار ديالو، السيد راه مضحي بحياته اصلا، هو دابا حاليا مهلوك وجالس على كرسي متحرك، عنده شلل ما قد يهضر ما والو، يعني بهاد التضحيات كامل عينوض يقول لهم انا اللي قتلتها. المهم دازت واحد المده واحد الفتره، هاد محمود غادي يتوفى، مات ودا السر ديالو معاه. يعني الا كان فعلا دار هادشي راه اصلا حكم على راسو بالاعدام، قتل راسو بيدو. اما اسماعيل من بعد الاعترافات كامله اللي اعترف بها تحكم عليه بالمؤبد، يعني يدوز كامل حياته في الحبس. محمد هذاك راجلها راه اصلا حاكم على راسو بالذل والعار وعدم الرجوله، راجل السعديه اللي كان قابل الوضع ديالها، كان كيشوف داك التبهدله وساكت. من وجهه النظر ديالي على حسب الاقوال ديال اسماعيل، فالسبب اللي خلى محمود يدير هذا الشيء هذا كامل في نسيبته وانه تعرض لبزاف ديال الضغوطات بسببها، يعني كل شيء ولا كيشوف فيه شوفه خايبه، وكاين اللي كيلوح له الهضره وزيد وزيد. وهذا الشيء هذا اكدوا اسماعيل فاش قال لهم بانه كان كيعاني من مده طويله. يعني شوف علاش كيقول لك واحد الحديث اياكم وخضراء الدماء، يعني هي المراه الحسناء في منبت السوء، خا المراه تكون زوينه وخا تعجبك لكن العائله ديالها ماشي هي هذيك بعد. شوف كيفاش وقع، دخل راسو وسط هاد العائله، شوف النهايه ديالو كيفاش كانت، مات بالقرطاس. ها هو سمح حتى في ديك السيده اللي كان كيبغيها واللي ضحى عليها وصبر على ديك الاهانات كامله اللي كان كيتعرض لها.
المهم الله يكتب علينا مكاتب الخير، والله يخرجنا من دار العيب بالعيب، والله يرزقنا حسن الخاتمة، ويجعل أخنا حسن أولنا، ويجعلنا خفاف ظرافة على قلوبكم. خوتي خواتاتي، دوزوا بخير، نتلاقاو غدا إن شاء الله في نفس الموعد. تهلا.